وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، نهض جماعة الخير، هنتكلم عن تفسير رؤية الأثاث الذهبي في المنام. الأثاث في المنام بيدل على أو بيرمز بداية على متاع الدنيا، الأشياء الجيدة التي سوف تحدث بالنسبة للرائي من زواج، من تحقيق أماني، إلى آخر هذه الأمور. فما بالكم بقى لو أن الأثاث لونه ذهبي، فهذه الرؤية تدل على متع الدنيا وزينتها بإذن الله تبارك وتعالى، أيا كانت بالنسبة لأي شخص على الحياة، وتدل على خير ونعمة، وتدل أيضا هذه الجزئية على تحقيق بعض الأمنيات والغايات في الحياة. الأثاث الجديد يرمز إلى المستقبل كما يرمز الأثاث القديم إلى الماضي. وللأسف الأثاث البالي أو الممزق يرمز إلى المتاعب والهموم، ومع شديد الأسف فالأساس الذهبي اللون خير في المنام بإذن الله تبارك وتعالى. قد يدل أحيانا على زوال المتاعب والكرب، قد يدل أحيانا إلى الرزق والمال والأرباح. الأثاث الذهبي في المنام يدل على أنك سوف تتزوج إذا كنت عازبا أو فتاة عزباء. المفروشات الذهبية أو الستائر الذهبية تدل على سعة الرزق ونعيم الدنيا ورخائها بإذن الله تبارك وتعالى، فهو محمود بإذن الله تبارك وتعالى. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.